بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس. نسمع رسالة الله لينا في هذا الصباح المبارك، يعطينا اذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع هذه الكلمة من انجيل معلمنا لوقا البشير، اليوم الاحد الثالث من شهر أبيب المبارك، وهو إنجيل الساعة التاسعة اللي احنا بنقراه في صلاة الأجبية وما يسمى بإنجيل البركة. لعل البركة ليست فقط كانت من في العهد الجديد، ولكن هي من العهد القديم، وفي رسالة واضحة في سفر التثنية أصحاح 11 ومن العدد 27 يقول: أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. وفي سفر التثنية أصحاح 28، وأتمنى أن يكون هي رسالة اليوم، كل إنسان يقدر يقرأ هذا الإصحاح اليوم، تثنية أصحاح 28، يقول: إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك كل هذه جميع هذه البركات. وفي عدد 15 يقول: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك تأتي عليك جميع هذه اللعنات. يحمينا ربنا. هي طريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق البركة وطريق اللعنة، طريق الموت وطريق الحياة. رسالتنا هي ببساطة، هي كيف يتمتع الإنسان بهذه البركة. هناك قول مشهور نسمعه باستمرار يقول لك: ابن الطاعة تحل عليه البركة. ودي ليست آية ولكن قول متداول ما بين الآباء، كان لأن في حياة سير الآباء نلاقي أنه في حاجات كثيرة وقصص كثيرة عن الطاعة والبركات بتاعة الطاعة، لكن يمكن البعض ما يعرف تكملة القول. يقول لك كده: ابن الطاعة تحل عليه البركة، والمخالف حاله تالف. المخالف حاله تالف. وكأن الله بيدعونا ان احنا بناخد هذه البركة منه شخصيا. ولعل بنسمع كثير في القداس الإلهي أن الكاهن بيقول باستمرار: بركة وسلام لجميعكم، ولأنها أيضا هي رسالة وتوجيه من الله في سفر التثنية، ويقول كده: ويأمر الكاهن بالبركة. يأمر الكاهن بالبركة. في رسالة بسيطة، إمتى الإنسان يتمتع بالبركة وإمتى الإنسان يحمينا ربنا يصاب باللعنة؟ يصاب بالبركة في ثلاث حاجات مبسطة، في حاجات كثيرة لكن أختصرها في ثلاث حاجات: بمقدار ما يدفع من العشور وبالحب. كل هذه الأشياء اللي أنا حذكرها الثلاثة حاجات، بمقدار العشور، بمقدار الخير، وبمقدار الأمانة، يأخذ الإنسان بركة. في ملاخي 13 الآية حرفنا كلنا: هاتوا جميع العشور وجربوني أفيض عليكم بركة حتى لا توسع. ولما الإنسان بنقول بيدي العشور، ما بيقولش بالعشور أدي واحد عشان أخذ ألف، لا، أدي واحد عشان أقول له كده من يدك وأعطيناك، يعني بالحب أنا بديك يا رب حتى العشر ده أنا بديهولك. طيب والخير يقول لك كده: من يزرع بالبركات فبالبركات يحصد في كورنثوس الثاني أصحاح 9 وعدد 6. طب والأمانة يقول لك كده: الإنسان الأمين كثير البركات في أمثال 28:2. يبقى من بمقدار العطاء اللي هو العشور أو أي عطاء، تبرعات، أي حاجة، بمقدار العشور بالحب يأخذ إنسان بركة. بمقدار الخير اللي بيعمله الإنسان يأخذ بركة. بمقدار الأمانة في حياته يأخذ بركة. طيب والعكس تماما، وكأن الله بيضع قدام الإنسان طريق الاختيار. طيب وإمتى الإنسان يحمينا ربنا يأخذ لعنة؟ يقول لك كده في أمثال 3:33: لعنة الرب في بيت الشرير.
يعني الإنسان اللي يحمينا ربنا بعيد عن الله، الأشرار بمعنى البعيدين تماما عن الله، سواء البعيدين عنه في الإيمان، سواء البعيدين عنه في الحياة الروحية. لعنة الرب في بيت الشرير، ونلاقي بعد كده في تكوين 3:9 ملعون كنعان، واحد من أبناء نوح. وفي أرمية 11:3 يوري أيضا اللعنات. لا أريد أن أطيل عليكم، بس بمجرد حاجات بسيطة، آيات بسيطة في رسالة معجلة، هحكي لكم قصة عن هذا الأمر يا أحبائي، وأختم بيها رسالتنا اليوم. في يوم من الأيام رسم نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس، الله يديه طولة العمر، مطران البحيرة، رسم أب كاهن اسمه أبونا مقار شنودة، ورسموا كاهن على قرى البحيرة. كان أبونا مقار ده قلبه مملوء بمحبة كبيرة، وكان زاهد في كل شيء، لدرجة أنه حتى المرتب بتاعه كان بيوزعه على الفقراء، وبعد كده تلاقي أنه بركة جاية من عند ربنا وبتسد كل احتياجاته. الله صادق وأمين، يقول كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون. ليه؟ لأن أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه. وبالتالي جاء في يوم من الأيام أبونا مقار مشى لإحدى القرى عشان يعمل قداس، ودخل بيت إحدى هذه القرى، وكانوا ناس فقراء جدا على قدر حالهم، لدرجة دخل عشان يعمل القربان بتاع القداس، لدرجة إنه الست شالت الهم، طيب أبونا ده هنأكله إيه بعد القداس؟ ده إحنا ما عندناش حتى حاجة عشان نسد بيها الجوع بتاعنا. أبونا مقار حس بإن الست مرتبكة شوية، إن ما عندهمش أي حاجة عشان يقدمها له. جاب الطبق وعجن فيه القربان، وبعد ما عجنه قال للست: خد الطبق ده واغسليه في الترعة، وانا هنصلي القداس وناجع عليك. فأخذت الست الطبق ومشت الترعة، وهي وبتغسل في الطبق إذ بسمك كثير يملأ الطبق بتاعها كله. جاء من فين؟ من البركة اللي أعطاها الله لهذا الكاهن المبارك أبونا مقار، وللبركة اللي أحب الله يبارك بيها هؤلاء الناس اللي فتحوا بيتهم لأبونا وقدموا وكانوا عايزين يقدموا، بس للأسف هم ما عندهمش. وفعلا خلص أبونا القداس ورجع على الست دي، لقاها مجهزة حاجة بسيطة كده، سمك، وتقول له كده: أشكر الله من أجل بركته العظيمة. فعلا كانت سبب بركة، والقداس والطاعة أيضا، إن هي تسمع كلام أبونا وتغسل الطبق في الترعة، كل دي كانت البركة. رسالة هذه القصة إيه يا أحبائي؟ أولا الله يشعر بينا، الله يشعر بكل احتياجاتنا، الله لا يمكن إن هو يتركنا أبدا ما دمنا إحنا مسكين فيه، ما دمنا إحنا ثابتين فيه. يقول كده أحد الآباء: إن كان الله أحيانا يسمح لك بالفقر والاحتياج، ولكن عند الوقت المناسب يتدخل ليعطيك قوتك الضروري، فتفرح ليس فقط بالطعام، بل بالأكثر تتمتع بالإحساس بوجوده معاك، وإيده اللي بتبارك في القليل، حتى القليل إيده تبارك. 5,000 خمسة أرغفة وسمكتين اليوم تبارك وتشبع وتفيض 15 نفس، 5,000 رجل ما عدا النساء والأطفال، لمهم على بعض كده راجل وست وابن، كده يطلعوا 15 بخمسة أرغفة وسمكتين. الرسالة الثانية: كل ما تعطي خد، حط في بالك انك تعطي بفرح، وحط وتعطي بحب، ما تعطيش بشفقة، ما تقولش عشان ده حرام، مسكين، ما عندوش، لا، ادي
يقول كده أحد الآباء: كن رقيقا في تعاملك مع المحتاجين، يعني ادي الناس وانت مش بانك كأنك انت بتتفضل عليهم وكأنك انت بتديهم من عندك، لا ده من عند بركة ربنا اللي بديها لك. وعشان كده ما نتحاشى هذه الكلمات: كن رقيقا في معاملتك للمحتاجين حتى لا تحرجهم او تشعرهم بنقصهم، بل بالعكس ساعدهم بلطف، حتى وقتها إن كان هذا العطاء في الخفاء، واثقا أن الله لن يتركك ولن يتركهم أيضا. الله يبارك في هذه الكلمة، كلمة في بسيطة لكن فيها البركة بلمسة الروح القدس لكل إنسان يطلب هذه البركة في حياته. طوال هذا الأسبوع بنعمة المسيح أحبائي حنتكلم عن أجزاء من رسالة الإنجيل النهاردة، في كل يوم كده استنونا في رسالة في 10 دقائق عن كل جزء من إنجيل النهاردة. احنا تكلمنا عن الرسالة العامة إنجيل البركة، ولكن هناك بركات كثيرة أيضا من خلال هذا الإنجيل. يبارك المسيح هذه الكلمات لتثمر في قلوبنا لمجد اسمه القدوس، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.